في ظل الأعمال المناطة بها لحماية مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب الليبي، قام جهاز حرس المشاة النفطية بالقيادة العامة بتسيير دوريات أمنية في الحقول النفطية بالمنطقة الوسطى والجنوبية الشرقية. هذا فيما يستمر جهاز حرس المشاة النفطية بحماية الحقول النفطية والكوادر العاملة داخل الحقول، وذلك لمنع الخروقات الأمنية التي قد تحدث من قبل الجماعات الإرهابية أو الخارجين عن القانون. وتجولت عدسة قناتنا في العديد من الحقول النفطية التي تقوم بتأمينها وحدات القوات المسلحة، والتي بدأت الجولة الأولى من حقل التحدي الواقع جنوب مدينة البريغا ضمن عمليات التأمين للحقول النفطية، فيما أكد أمر وحدة أوصال لحطيبة أن الأوضاع الأمنية داخل الحقول ممتازة ولا وجود لأي اختراقات أمنية داخل الحقل. فيما وصل أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بالقيادة العامة جولتهم في تأمين الحقول النفطية، حيث قامت الوحدات العسكرية بتفقد الأوضاع الأمنية بحقل حطيبة التابع لشركة سرت النفطية. وأكد العاملون بالحقل أن الأوضاع داخل الحقل تسير على ما يرام، وأنها أفضل بكثير من السابق. وتأتي عملية تأمين الحقول النفطية ضمن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة في تأمين مقدرات الشعب الليبي ومؤسسات الدولة، ومنع أي احتداءات من قبل الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة للعبث بها وحرقها.